السلام عليكم. موعد وتوقيت مباراة فريق انتر ميلان وفريق روما في ربع نهائي كأس إيطاليا 2022 والقنوات المجانية الناقلة للمباراة. تأهل فريق روما إلى ربع نهائي كأس إيطاليا بعد الفوز على فريق ليتشي في ثمن النهائي ب3 أهداف لهدف. أما فريق انتر ميلان فتأهل لربع النهائي بعد أن فاز على فريق إمبولي ب3 أهداف لهدفين في ثمن النهائي، ويواجه فريق انتر ميلان فريق روما في ربع نهائي كأس إيطاليا اليوم الثلاثاء 8 فبراير 2022 على ملعب سان سيرو في الساعة 9 مساء بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، 10 مساء بتوقيت مصر، 11 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وأبرز القنوات المجانية الناقلة للمباراة هي قناة سيريا على اليوتيوب بتعليق خالد الغول.